أمراض القلب مشكلة صحية يمكن أن يعاني منها أي شخص، وهي أهم سبب للوفاة في العالم. وأكثر أمراض القلب شيوعاً هو تضييق أو انسداد الشرايين التاجية، وهي الأوعية الدموية التي تمد القلب بالدم، وهذا ما يسمى بمرض شريان التاجي، ويحدث تدريجياً بمرور الوقت. إنه السبب الرئيسي لنوبة قلبية. وعندما نتحدث عما يشعر به مريض القلب بشكل عام، فإننا بذلك نقصد على الأغلب مشاعر الألم والانزعاج والملاحظات الجسدية التي يلاحظها ويشعر بها مريض القلب، وتنبئ بأن هناك شيئا خاطئا يحصل في داخل الجسم. وفي حالة مرضى القلب فإن الأعراض الظاهرة عليهم تختلف باختلاف المرض الذي يصيب القلب، كما أن بعض الأعراض يمكن أن تختلف قليلاً أو تتفاوت بين الرجال والنساء. وبشكل عام يمكن إجمال أبرز الأعراض الأكثر شيوعاً التي يشعر بها مريض القلب كما يلي: أولاً، إيجاد صعوبة كبيرة في عملية التنفس، ومن الممكن أن يصاحبها ألم في الصدر مع أخذ النفس. ثانياً، ألم أو حرقة أو إجهاد في الصدر عند المشي بسرعة أو التسلق صعوداً. ثالثاً، يشعر المريض بوجود ألم في منطقة الرقبة وعند الكتفين. رابعاً، مريض القلب يتنفس بصعوبة، لذلك فهو يشعر في معظم الوقت بحالة من الاختناق. خامساً، الشعور بألم قوي في منطقة الصدر. سادساً، يشعر مريض القلب بسرعة زائدة للغاية في ضربات القلب دون أن يبذل مجهوداً كبيراً. سابعاً، مريض القلب لم يعد بإمكانه المشي بشكل مريح للمسافات التي اعتاد عليها، وقد يشعر بثقل وتنميل في ذراعه اليسرى أثناء المشي. ثامناً، تؤدي الإصابة بمرض القلب بوجود تورم في القدمين. تاسعاً، مريض القلب يشعر بألم في اللثة وفي منطقة الفك بشكل دائم. ومن المعروف أن 80% على الأقل من أمراض القلب تتطور بسبب عوامل الخطر التقليدية مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الدهون في الدم، وقابلية الأسرة للإصابة بأمراض القلب والسمنة والحياة المستقرة ومرض السكري. لذلك يمكن تقليل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب بنسبة 80-90% إذا تم تقليل عوامل الخطر هذه. ويمكن علاج مرض القلب بسهولة في حال الكشف عنه في وقت مبكر، ولذلك ينبغي على الشخص الذي يشعر بالأعراض الخطيرة التالية أن يذهب حالا للطبيب أو قسم طوارئه، وخصوصا إذا كانت تظهر عليه أحد الأعراض الثلاثة التالية: ضيق أو صعوبة التنفس، الشعور بألم حاد في الصدر، الإغماء والغياب عن الوعي. في النهاية، بعد أن تعرفت على إجابة سؤال بماذا يشعر مريض القلب، يجب أن تحرص على ممارسة الرياضة التي يسمح بها الطبيب لك مع تناول الأطعمة المفيدة والغنية بالأوميغا 3، بالإضافة إلى الحرص على الحصول على الراحة والقسط الكافي من النوم.